يا اخبارك الله فيك. بالنسبه للريق او اللعاب هل يفطر الصائم؟ الريق لا يفطر الصائم بالاجماع، ولا يمكن ان يقول احد بان يفطر، لكن جمع الريق وابتلاعه هو الذي بعض العلماء قال انه يفطر، والصحيح ايضا انه لا يفطر. الصحيح انه لا يفطر لانك لم تدخل لجوفك طعاما ولا شرابا، هذا ريق حصل من الجوف ورجع إليه. ولهذا كان القول الراجح أيضا أن النخامة لا تفطر، حتى لو وصلت إلى الفم وابتلع الإنسان فإنه لا يفطر، لا تفطر. لكن الإنسان لا يبتلعها، فإن أهل العلم حرموا ذلك لأنها شيء مستقذر ولا ينبغي الإنسان أن يبتلعه. لكن لو تمضمض من أجل العطش هل يفطر؟ إن ابتلع الماء أفضل، ما في إشكال، إذا لم يبتلعه فإنه لا يفطر. نعم.